انتصف الليل حسب توقيت العاصمة المحتلة. أكثر من 40 آلية عسكرية تبدد السكون في بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله. والهدف هدم منزل الشهيد صالح البرغوثي. بقول الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حين. اللي عنده شباب مثل هالشباب ورجال مثل هالرجال وبلد مثل هالبلد وشعب مثل هالشعب لا يمكن ينهد، لأنه احنا صاحبين الحق، صاحبين هذا الوطن، صاحبين هذا شعبنا وهذه قضيتنا، ولن مهما دمروا مهما عملوا لن يحدون عن طريقنا لإقامة الاحتلال على أرضنا المقدسة. والحسرة تملأ قلبها. تفقدت سهير البرغوثي منزل نجلها الشهيد صالح الذي حوله الاحتلال إلى ركام، فمن خلال هدم المنزل حاول اغتيال الذاكرة. وهدول الحجار رح ينبنى غيرهن، وذكريات صالح في القلب مش في شوم حجار. والصورة هذه بتعبر كديش هم أولئك هم الفائزون. بالنسبة إلنا إحنا البيت رح نبنيه، إذا هدموا البيت ما بهدمونا، ما بهدموا عزيمتنا ولا بهدموا همتنا. أهالي البلدة سرعان ما هبوا لنصرة العائلة التي عانت الويلات، كما باقي العائلات الفلسطينية، حيث اندلعت مواجهات سكب الاحتلال خلالها ذخائر حقده صوب الشبان والأهالي. هذا وتتهم سلطات الاحتلال الشهيد صالح البرغوثي بإطلاق النار على مستوطنة عفرة شرق رام الله، وتحتجز جثمانه منذ نهاية العام الماضي عقب اعتقاله واغتياله على يد وحداته العسكرية الخاصة. ليست المرة الأولى التي يهدم بها الاحتلال منزل عائلة البرغوثي، فكان قد هدم قبل أسابيع منزل الأسير عاصم الذي يتهمه بتنفيذ عملية ضد جنوده وقتل اثنين منهم. فهذه سياسة قديمة جديدة يمارسها الاحتلال بحق عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين. من بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.